16 ديسمبر، دلال المصرية مجد الخطيب من مواليد سنة 1943، كانت بتحب الفن وابتدت مسيرتها الفنية في أواخر الخمسينات بفيلم حب ودلع. وفي خلال مشوار فني استمر أكتر من 50 سنة، قدمت الخطيب أكتر من 160 عمل، سواء سينمائي أو تلفزيوني أو إذاعي أو مسرحي. وقدرت بموهبتها وفنها الراقي إنها تنوع في أعمالها ما بين الكوميدي والتراجيدي والشخصيات البسيطة والمركبة. ففي السينما قدمت أفلام زي نص ساعة جواز، البنات والصيف، أنديل أم هاشم. وفي المسرح قدمت مسرحيات زي الدبور وزهرة الصبار. وفي التلفزيون قدمت الخطيب مسلسلات زي زيزينيا وأم كلثوم. ونيجي للإذاعة، واللي قدمت فيها الخطيب مسلسلات إذاعية زي أرجوك لا تفهمني بسرعة وكفر نعمت.